ነብዩ እኮ በዘጠኝ ነገር አደረ ብለውኛል አለ። አንደኛ አመረኒ بحب المساكين والذنوب منهم مسكينوችን ራብተኞችን እንድወድ ከነሱም እንድጠጋ خليلي ወዳጆ الله መልእክተኛ ነብዩ ነገረውኛል። ثانيا وامرني ان انظر الى من هو دوني ولا انظر الى من هو فوقي የበታችን እንድመለከት የበላይን ያየው እንዳልን ጠራራ መክረውኛል። ሶስተኛ وامرني الا اسال احد شيئا የሰው ልጅ ምንም ነገር እንዳልጠይቅ አዘውኛል። ከሰው እጅ ቀርበተል መጥመጠ መጠየቅ ይሄን እንዳላደርግ አላህን ብቻ እንድጠይቅ መክረውኛል። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عداديس اسلاماوي دعواج وقتاوي مرجاج انديهم يتلاييو اسلاماوي فيديوج اندي درساتو سبسكرايب يادرو يدول ملكتونم يجان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيمين القائل رضي الله عنهم وردوا عنه والصلاة والسلام على صفوة المصطفى والرسول المشتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها أما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عن عبد الله بن محمد قال من إلال كان أبو ذر يقول أبو ذر من النبر يا أيها الناس إن أنت سوج إني لكم ناسح واني عليكم شفيق اني لنا انت ازانياچو لنا انت مكارياچو ناي سموني النبرا صلوا في ظلمه الليل لوحشه القبور كلليتو كصلمت تنستاچو سجدوا بچلماو لقبر بچنينت يوناچو زند صوموا في الدنيا لحر يوم النشور بالدنيا لي صومن ابزو باخرا كالله في تلتك اسكساچو لمتسبسوبت موقات غزي مكلاكي عندي هوناچو تصدقوا مخافه يوم العصير صدق عدم وسطو لچنكو كان موچ عندي هوناچو يا ايها الناس اني لكم ناصح واني لكم شفير اني مكارياچو اني لنانتا ساي نبر يلال دعوا سراو نبر بتني النبي صلى الله عليه وسلم كموتو بحالا حزبو ود سلطان ود ايكونومي تنش يرارات سلا نبر يتوصل اصحابوچ الناس بممكر لي يسلا سيف نبر جلس يوم يحدث ويقول عندي كنتش علينا لهزب مكر مستت جمرا أوصاني خليلي بتسع نبيك وبزت أي نقر أدرا بلوني الألا عندنا أمرني بحب المساكين والذنوب منهم مسكينو تشن راهو تنيو تشن دود كنسو من دتقا خليلي موداتش يا الله ملك تنيا نبيو نقرونيال. ثانيا وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي يبتاتشن دملكت يبلين يايون دالن ترارا مكروينيال. سوستنيا وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا يسولج من منقرن دال تأيك أزوينيا كسو جيك أربة المتمتة ما تأيك إيهن اندالا درك اللهم بچان دي تأيك مكرونيال. وأمرني أن أسيل الرحيم زمدنان اندت قتلم مكرونيال. وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرن أونتن اندنا قر أمي مر بهن كوان أزوينيال يا الله ملك تنيا. وأمرني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله بالحاتم هيلم كالله جيلن أمي لون ذكرا انددقا قموم አሰውኛል ሞዳቸው ነብዩ ይላል። وامرني الا اخاف في الله لو متلائم بالله بكل يا الله عندين بغز بماسترالف لي ماننم اندالفرا አሰውኛል ነብዩ ይል ነበር ابو ذر رضي الله عنه. ولقد عاش هذه الوصيه النزين زتني مكروتشن ابو ذر بتكبر تكبرواچو ነበር سيدنا علي سلسو سيناገሩ من يلالو لم يبقى اليوم احد لا يبالي في الله لو متلائم غير ابي ذر በአላህ ላይ በአላህ እምነት ላይ እውነትን በመናገር ሰውን የማይፈራ ከአቡ ዘር ውጭ አሁን ሰው ጠፍቷል አሉ። ሁሌ ሐቅ ነበር የሚናገረው ወደ ስልጣን የሚጓጉቱን ሁሌ ነበር የሚወቅሳቸው። አናፊን قال مررت بأبي ذر فقال لي ممن انت نافع ሚባል ሰው አንዴ በአቡ ዘር ተግሳል ጠራኝና አንተ ከየት ነው የመጣህ? قلت من العراق እኔ ከኢራቅ ነው የመጣው አሉ። فقال اتعرف عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو تاكوا الله انديالو يسو درس انا برسو نبر ميمارو سلطان تسطونا ود سلطان بوتادو ابو ذر انداتديالو نبر يهدو لسو انجلي ملكتنا وقصاري لكلتنو
አቀዋለሁ አልኳቸው በልንግዳ የሄድክ ግዜ አቡዘር ልኮይ ነው በለው ከዛም እንዲህ በለው እና ነኩሉ ሚነ ተምር ወነሽረቡ ሚነ ልማ ونعيش كما تعيش انت سلطان فلقه ولا زاتشروت انيا تمر البلالن هو من تطالن اندمتنورو ينورنو من چمركنا بلهو قسوالو ይህን ንጉስ ሄዶ የኢራቁን አስተዳዳሪ ሰው ሲነግረው በንባ ቁንጮቹ ራሱ እንደ አይነት መካሪ ለህዝቦቹ አሳቢ ነበር አቡዘር ረዲየላሁ አንሁ ወራዑሁ ወዙህቱሁ ረዲየላሁ አንሁ አቡዘር አላህን በጣም የሚፈራ የአላህ ሁኔታ የውመል ቂያማ የሚያስጨንቀው ሰው ነበር ስለ ዱንያ በልጭልጭ ነገር በጣም የማይጨነቅ ነበር ካነ ረዲየላሁ አንሁ ዛሂደን የተፈረኩ ለልዒባዳ الله لما جزات كسوج كل اللم يلسو نبر وكان يقول رضي الله عنه من النبر والله لو تعلمون ما أعلم أني ما أقولك وبتاكو لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا تنش سكاتشو بتقام بالك أساتشو نبر أسجقاريون يوم القيامة هنيتا بتاكو ومن بسطتم إلى نسائكم ولا تقاررتم على الفروش فراشاتشو لي ستتنيو ترقاكتاتشو بالتنياتشو ሚስቶቻችሁ ላይ እንደ ልብ ባልሆናችሁ ولا شبعتم من الطعام ልባሆዳችሁ እስኪሞላ ድረስ ባልተመገባችሁ ነበር ولا خرجتم الى السعودات تجارون الى الله عز وجل ተራራዎች ላይ ወጣችሁ ያ አላህ ያላችሁ ትጮሁ ነበር ኒማቀውን ከባድ ነገር ብታቁ والله لو وديت ان الله عز وجل خلقني يوم خلقني شجره تعدد ويؤكل ثمرها እመኛለሁ አላህ የፈጠረኝ ቀን ዛፍ አድርጎ ይሆን ቅጠሏ ተበልታ ፍሬዋ ተበልታ የምትጠፋ ገና ተቀስቅሼ ጌታዬ ፊት ሂሳብ ተሳሰባለሁ ነበር አላህን በጣም የሚፈራ ባሪያ ነበር በተለይ ስለ ዱንያ ጣጣ ትልቅ ቦታ አይሰጥም ነበር ስለ ዱንያ ብልጭልጭ ትልቅ ትኩረት የማይሰጥ ነበር አንድ ሰው ቤቱ ሊጎበኘው ገባ فجعل يقلب الطرف في بيته ቤቱን ከቀኝ ወደ ግራ ቢመለከተው فلم يجد فيها متاعا ምንም ምቃ አላየም ሚያጓጓ ንብረት የለውም فقال يا ابا ذر انت ابو ذر اين متاعكم اقعدوا هنا تعالى ايه بيت مجلقاتوا قالوا فقال لنا بيت هناك نرسله اليه صالح متاعنا اي عند بيت ميقتلوا على مالن طرو طرو اقعدنا ورزانا مناستلالف الفو دي قوينا له ايه وطات ليل يفلقوا جباونا ولكن لو لابد لك من متاع ما دمت في هذه الدار الدنيا ليس قال ليش مدرس قال لدسكم بتاقم يا قاس فلك انا لو فاجاب ابو ذر من قالوا ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه يبيت بالبيت الدنيا ليتهم بله اكون سنا السلال ساي وسد الناس السلال فبينوا قالوا عندي نبر للدنيا بتجيش تكرت له ان لباچن زاري بمكينا فكر ببيت فكر ببيت قا فكر سكرال الله يدرس لنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه طاعة أبي ذر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم أدراوك يتأبك نبر يززوتم بتكباري في السم نبر عندي من تكسة مسألاتشو عندي صحابوش بقول مسالفو كسو كم يستداد درو باري وقا عندي نت كومبليت لبس لبسوال أبو ذر يرب زوينت زمن أو يلبس يسو أقل قيم لبسوال سوش تقرمون منو يسو لبسك أمتا لان تباركو لسو دمو قال اللي على بارك اللي تالو لا لا نبيو سراتن يوچن ينيان خدامو چن اندن كباك كبازون يلالا قال نبيو منالو هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم النزي سراتن يوچ بيت ميا قلق قلوات شوكو واندمو تشاكونا تشو الله با إيكونومي عوكو أسان نسو بسرو تشاكو عدرقونو منو أندو أندون تنانسو اندي قزو اندي تاززو سيبالو فمن جعل الله أخاكو تحت يديه وندمون كجسر هذا الرجلت سو فليطعمه مما ياكل كم يمجبو يمجبو انت بيدرو يبلا راتلي سراتنيا شرو مبلات اللباتم كم يمجبو يمجبو ويلبس مما يلبس كم يلبسو يلبسو ولا يكلفه من العمل ما يغلبه ما يشلو السرا يسرا جانا اي طلبت فان كلفه نغرغن كبار سرا على في نتي ستو اندهن فليعنه علي يكزو የሰራተኞቻችን እንዴት ነው እናደርገው ሙሉ ልብስ አውጥተን ነው እጣብ ይምንላት ዙሁር ሶላታት ሰግድ አሶራት ሰግድ እስከ መግሪብ ድረስ እቺ ሴት ድካም ላይ ናት ይገዘው ስላሉ እኩል ላልብሰው ብዬ ነው የነብዩን አደራ ለጠበቅ ሱብሃንአላህ ረዲየላሁ ዐን አቢ ዘር አቡ ዘር በተደጋጋሚ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደራዎች የሚከተል ሰው ነበር